السلام عليكم ومرحبا بكم في تقديم مستجدات الكتالوج 6 2014. اما المفاجاه الكبيره ديال هذا الكتالوج فهو تواجد سفير جمال اوريفلا من المغرب. بلا شك عرفتوها كاملين، هي النجمه الجميله والكبيره والمتالقه لطيفه رأفت على غلاف الكتالوج 6 بالزي المغربي الانيق. الأصناف ديال المستجدات هاد الشهر تتفرع لخمسة الأصناف وهي كالتالي: المكياج وطلاءات الأظافر، العطور، مستحضرات العناية بالبشرة، مستلزمات العناية الشخصية والعناية بالشعر، وأخيرا الأكسسوارات. ودابا غادي نبداو بالصنف الأول اللي هو المكياج وطلاءات الأظافر. في الكتالوج درايفر ديال هاد الشهر تنوجدو الجميلة لطيفة رأفت تتقدم لنا منتوجين جديدين لمكياج الوجه من مجموعة جورداني جولد الفاخرة. كريم الأساس انفيزيبل تاتش ذو الصيغة الخفيفة جدا تمنح نتيجة طبيعية 100%. أما تركيبته الفريدة فتتوفر ترطيب مثالي تعمل على زيادة الماء باش تمنح إحساس بالجفاف للبشرة وتقلل من مظهر الخطوط الرفيعة. هاد المنتوج هو متوفر في 5 ديال الدرجات. اما المنتوج الثاني الحامل نفس الاسم فهو البودره او لا بودغ ليبر انفيزيبل تاتش التي توضع فوق كريم الاساس باش تمتص الدهون وتعطي ملمس ناشف ومظهر لامع ومضيء للوجه بواسطه الجزيئات اللامعه اللي تتقلل من مظهر التجاعيد واللي تتعمل كمرطب للبشره. ثلاثة ديال الألوان الجديدة ظهرت في هذا الكتالوج باش تكتمل مجموعة طلاءات الأظافر الفاخرة من جورداني جولد لاك بريونس. هاد الألوان هي الوردي الحريري، الوردي الجريء، والأحمر الأرجواني الداكن. هاد الطلاءات اللي تدوم مدة طويلة واللي تتمنح لمعان رائع ولون جذاب تتمكنك من الحصول على أيادي خلابة. وزيادة على ذلك فهاد المنتوج تحمي تقوي وتزين الأظافر في آن واحد، وهذا بشهادة اختبار جمع 63 مستهلكة. لا مارك دوان تزيد تكبر مجموعة المنتوجات الخاصة بها وتزودها بمنتوج صيفي 100%. هذا المنتوج هو الماسكارا دوان واتر بروف اللي تقاوم الماء والرطوبة. هذا الماسكارا الأسود تمنحكم شفار كثيفة وجذابة وكذلك ناصعة السواد. وزيادة على ذلك فهو ما تيسيلش وتبقى قابض لمدة 24 ساعة ولو تحت الماء. لا مارك دوان مازال عندها الجديد، وهذا الجديد تخص الشفاه ديالنا. لو غلوس اللامع للشفاه كولور ايليميتي من ذا وان تناسب نمط الحياه السريع اللي تنشهدو حاليا. فكيف ما كان اللون اللي غادي تختاري من الالوان الثمانيه سيدتي، تاكدي بانه تحمل فرشاه منحنيه تتوفر دقه في الاستعمال، وتركيبته ذات تكنولوجيا ليب غريد تثبت لو غلوس على الشفاه لمده 6 ساعات بدون تدفق. اوريفلام تتقترح عليكم احمر شفاه 5 في 1 في لونكم المفضل. هذا اصبح الان ممكن مع مجموعه ذوان ومنتوجها الجديد احمر شفاه كولور ستايليست اللي تضم 20 لون تنتميو لعائلات الوردي، الكوغاي، الاحمر والالوان الطبيعيه. هذا المستحضر تخلف لون غني ولامع، دقه ممتازه، راحه فوريه وترطيب للشفاه، وكذلك تقبض لمده طويله، وهذا حسب اختبار اجري به على 117 مستعمله. هاد المزايا الخمسة تترجع لتركيبته الفريدة الغنية بفاكهة لامانغ وبلو بوغ دو كاكاو المغذيين واللي تتركو شفاه ذات ملمس حريري. أما الآن فتنمر للصنف الثاني لمستجدات هاد الشهر وهو صنف العطور. المنتوج الأول في هاد الصنف هو مجموعة أغموني الجديدة اللي تضم عطر أغموني الصيفي والمليء بالأنوثة اللي تيجينا في قارورة جميلة وذات الألوان باستيل. هاد المجموعة تضم كذلك مزيل العرق غولون اللي تضمن إحساس بالجفاف لمدة 24 ساعة، وكريم مرطب لليدين اللي تتخلف يدين ناعمتين ذات العطر الجد المغري. وما كاينش الجديد غير بالنسبة للنساء فقط، لكن كذلك بالنسبة للرجال مع مجموعة صيفية ورياضية باسم كيكوف، لأنها تجلب لعندكم أجواء كأس العالم لكرة القدم بالبرازيل من خلال عطرها الجد المعبر مكون من نكهات الحوامض الطازجة ومن نكهات الخشبية المغرية ممزوجة بدفء الخزامة المهدئة.
هذه المجموعة تتكون من قارورة عطر عصري وطاقي، من مزيل العرق منعش تعمل على مدار 24 ساعة، ومن منظف جوج في واحد للجسم والشعر برائحته الطازجة والمنعش. وبلا شك غادي تكونوا الآن استمتعتوا بعطر التندغلي الأنيق ونكهاته الوردية الدافئة والمليئة بالأنوثة. أما في هذا الكتالوج فيمكن لكم كذلك تستمتعوا بهذا المزيج الفريد من رائحة المانيوليا، الحوامض والليوتخوب من خلال لسبخي الصيفي والمنعش للذات اللي تقدروا تحملوا معكم فين ما كنتوا. أما بالنسبة لمستحضرات العناية بالبشرة فخلينا نكتشفوا الآن. البشرة ديال الشباب غالبا ما تتكون دهنية وتتعاني من البتور. مجموعة بيور سكين تتساعد على تطهير البشرة الشابة، وهذا الشهر تطلق للاجات بيور سكين اللي هي عبارة على مناديل مبللة تتنقي الوجه من الأوساخ الدهنيات ومخلفات التلوث. بواسطة حمض ساليسيليك المطهر الموجود في تركيبته، هذا المنتوج تنظف المسام بعمق وتعالج البشرة من البتور، كما أنه تساعد على منع ظهور بتور أخرى، فهو بذلك تصبح حليف الشباب 100%. علامة العناية بالبشرة المزودة بالمكونات الطبيعية Pure Nature زادت التطورات وصبحت Love Nature. اليوم تطلق مجموعة المستحضرات الخاصة بالبشرة الجافة والحساسة بتركيبتها المنعمة المغذية المرطبة والمهدئة المزودة بزيت الزهور البرية. كريم النهار تنعم وتحمي البشرة من التأثيرات الخارجية، أما كريم الليل بصيغته الغنية فتغذي وترطب البشرة بعمق. أما الكريم الخاص بمنطقة الأعين فهو مناسب لهذه المنطقة الحساسة وتمنح ترطيب عميق وراحة فورية. وحتى صاحبات البشرة الدهنية عندهم مجموعة مستحضرات Love Nature الخاصة بهم، واللي تتكون من 4 المنتوجات اللي هي كالتالي: الجل المنظف بالزيوت الأساسية ديال شجرة الشاي لتطهر البشرة بعمق وتتمنع ظهور بتور أخرى بدون ما تنشف الوجه وباحترامها للترطيب الأساسي للبشرة. المنشط اللي تساعد على تصغير المسام واللي تمنح البشرة الدهنية مظهر ناشف ونقي، كما أنه تحضر الوجه لاستقبال لاكريم. الكريم اللي تعيد توازن البشرة واللي تمنحها راحة وترطيب. وأخيرا المحلول جوج في واحد اللي بواسطة تركيبته المزودة بالزيوت المستخلصة من أوراق الشاي تعالج البتور إذا استعملنا الجانب الأخضر، أما الجانب الأصفر فتغطي احمرار البشرة وتخفيه. بلا شك كلكم تتعرفوا نبتة الألويفيرا والمزايا العديدة ديالها اللي تتعمل على تنعيم البشرة والتوازن ديالها. داكشي علاش مجموعة Love Nature الخاصة بالبشرة العادية أو لابو ميكست هي مستخلصة من نبتة الألويفيرا. الجل المنظف ذو الرغوة الخفيفة تحيد جميع آثار المكياج وتنعش الوجه. الجل كريم ترطب وتنشط الوجه. أما الجل الخفيف لمنطقة العينين فهو سريع الامتصاص وتعمل على تهدئة منطقة العين الحساسة، كما أنه تساعد على إخفاء آثار الإرهاق. صنف ديال المنتوجات اللي غادي نشوفو دابا تتعلق بمستلزمات العناية الشخصية والعناية بالشعر. المنتوج الأول اللي غادي نبداو به في هاد الصنف هو مستخلص من الشاي الأخضر، وهو مزيل العرق أكتيفال لوسبخي أو لغولون حسب اختيار كل مستهلكة. هاد المنتوج تدوم الفعالية ديالو 24 ساعة وتمنح حماية خالصة طول اليوم، كما أن الشاي الأخضر تعمل كمكون فعال ضد الأكسدة وتحمي البشرة ابتداء من المسام ديالها للحد من رائحة العرق. هذا المنتوج هو مختبر طبيا والفعالية ديالو تتشهد بها أكثر من 60 مستهلكة. هو خالي من الكحول ومضمون ضد الآثار البيضاء على الملابس ديالكم كيف ما كان لونها. المنتوج اللي معانا دابا تهدف جميع السيدات اللي تبغيو شعرهم يبقى دائما متألق، فهو شامبوان جاف من مجموعة فوليوم بوست ديال إيريكس.
هذا المستحضر المزود بالسيراميد المركب تعمل بحال الشامبو العادي لكن بدون ماء. اذا كنتي زربانه او لا عندك شي مناسبه غير متوقعه، يكفي انك ترشي بعض الرشات من هذا المنتوج على بضع سنتيمترات من الشعر ديالك، فهو تيمتص الدهون اللي على فروه الراس وتترك احساس بشعر جاف نقي وكثيف بحال الا عاد تم الغسل ديالو. هذا المنتوج تم اختباره امام نساء شعرهم خفيف ودهني. هاد الشهر جوج ديال النكهات الرائعه صبحت متوفره في عائله الكريمات لليدين من اوريفلام، وهي كريم بنكهات الكرز المنعش والشهي، وكريم بنكهات زيت الزيتون المغذي من اجل ايادي ناعمه وجميله. اما الان فغادي نمروا لاخر صنف المستجدات شهر 6 وهو تيتعلق بالاكسسوارات. فصل الصيف على الابواب، وككل عام تحتاج الاكسسوارات صيفيه عمليه وعلى الموضه. داكشي علاش اوريفلام تتقدم مجموعه الماس صيفيه اللي تضم حقيبه ذات الحجم الكبير اللي عليها تصميمات احذيه صيفيه، واللي عندها امكنه للخزن مثل مكان لخزن التليفون المحمول ديالكم. فهاد الحقيبه يمكن لكم تحملوا فوطه السباحه، الملابس ديالكم، وكذلك النظارات الشمسيه. ولان الازرق على الموضه فلكم الاختيار بين نظارات الما الشبابيه ذات اللون الاسود لتتحمي من 100% من الاشعه ما فوق البنفسجيه، او نظارات بيتون الانيقه باطارها الازرق الشفاف ولمساتها الذهبيه. الجديد في هذه المجموعه هو العده المدهشه للاعتناء باظافر الرجلين، واللي هي مجموعه في مجلد في قالب حذاء صيفي باللون الازرق الاخضر الاصفر والابيض. تضم هذه العدة أربعة الأكسسوارات للبيديكور، وهي مقص مضاد للصدأ، مبرد، مقص من حديد الكربون، وأداة لدفع لاكوتيكول. شكرا لتتبعكم المستجدات الكتالوج 6 2014. نتمنى أن مستجدات أوريفلام تكون نالت إعجابكم، وإلى الكتالوج القادم.